للوقوف عند استمرار أزمة النزوح والتهجير لسكان نينوى، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، مرحبا بكم. يعني سنوات طويلة مرت على انتهاء العمليات العسكرية في محافظة نينوى، ولكن المطروح في الأسئلة: ما الذي يمنع عودة سكان ناحية ربيعة إلى منطقتهم؟ ما سبب في ذلك دكتور؟ تحية لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين. حقيقة هذا موضوع النزوح والنزوح القسري والتهجير والترحيل، هذا كله أمر يعني مخطط له في العراق منذ الأيام الأولى للاحتلال. طبعا صفحات متعددة لهذا المخطط وأساليب أيضا متعددة لهذا المخطط وأدوات أيضا متعددة لهذا المخطط. فمن جملة هذا يعني من جملة هذه الأساليب والأدوات والأمور الأخرى، نشهد ما نشهده اليوم في هذه المناطق التي حقيقة يعاني سكانها ومناطق أخرى في البلد أيضا، يعني عشرات المدن والقرى والبلدات إضافة إلى المدن، يعني حتى في يعني كثير من المناطق لا يمكن لسكانها الأصليين أن يعودوا إليها، وهذا معروف حقيقة في العراق، أصبح واقع حال وظاهرة متفاقمة في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، كيف تسمح الحكومة في بغداد لقوات الأسايش بتهجير سكان من قراهم الأصلية؟ دكتور، ألا يعارض هذا الدستور الذي تقول حكومة بغداد أنها تحمي مواد هذا الدستور؟ هو أخي من كتب الدستور حقيقة هم أول من خرقه وأول من يعني أظهر عدم الاحترام له، وهذا من جملة يعني الأمر. والحكومة هي يعني حكومات الاحتلال المتعاقبة والحكومة التاسعة الحالية، يعني حكومات ضالعة بشكل كبير في هذا المخطط، يعني لها هناك أدلة كثيرة على ضلوع هذه الحكومات في هذه في تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي والفرز المناطقي في العراق، وهذا طبعا يعني ملف كبير حقيقة، يعني لا يتسع الوقت للحديث عنه بشكل كما يجب. طيب دكتور، إلى أي مدى يشكل يعني ما يجري في ناحية ربيعة جزءا من أزمة تهجير ونزوح قسري أكبر في محافظات محددة من العراق؟ يعني أنا الصوت شوية قطع والله، لكن ما أعرف إذا جنابك تكرر السؤال. نعم. هل سمعت السؤال دكتور؟ الصوت مقطع كان. نعم. عفواً دكتور، هل تسمعني الآن بشكل واضح؟ نعم إن شاء الله. طيب، إلى مدى يشكل ما يجري في ناحية ربيعة في محافظة نينوى جزءا من أزمة تهجير ونزوح قسري أكبر في محافظات محددة في العراق؟ بالضبط أخي الكريم، هو هذا ما نتحدث عنه، يعني هذا ما يحدث هو جزء أو جانب أو يعني صفحة من صفحات هذا المخطط الكبير الذي يراد تنفيذه في العراق، طبعا لصالح إيران قولا واحدا. والأمر يعني حدث في 9 محافظات عراقية طال أكثر من 320 قرية ومدينة، ومن جملة هذه طبعا مناطق في ربيعة، وهذا طبعا كله ضمن كما تحدثتم كما يعني في السؤال، هو جزء من كل هذا الكل يراد تنفيذه. جرى تنفيذ مراحل كثيرة في السنين 20 الماضية، وهذا كله طبعا تغييرات ديموغرافية سلبية تجري في العراق.
نعم دكتور. برعاية رسمية بتنفيذ الحكومات وبرعاية حقيقة دولية. دكتور أيمن، لماذا يستعصي حل أزمة النزوح والتهجير على أساسها في العراق رغم حديثهم المستمر، حديث الأحزاب السياسية دائما عن وجود إرادة لعملية حل أزمة النزوح والتهجير، ما السبب في ذلك؟ أخي الكريم، ملف النزوح والتهجير هو ملف مع الأسف الشديد في العراق يعني يتم تناوله ويتم إهماله بحسب طرب وبعد الانتخابات وما إلى ذلك بالنسبة، وهذا طبعا كله ابتزاز يعني لأصحاب للمتضررين وللعائلات المهجرة وللعائلات المقهورة، لكن هذا حقيقة هو ديدن السياسة في العراق ما بعد 2003. الكل يعمل على يعني مصلحته الخاصة ومصلحة الحزب الذي جاء به أو الجهة التي جاءت به، بعيدا كل البعد عن مصالح العامة أو مصالح الشعب العراقي أو يعني تضميد جراح المتضررين و يعني الوقوف عند أحوالهم. هذا حقيقة يعني هذه حقيقة واقعة في العراق ما بعد الاحتلال. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.